نسمي يا عبد القادر ضابط الشرطة ممتاز. دائما على مستوى الشهداء محمد ضابط الامن. على مستوى ولاية الامن اقليم اسفي. المرة الأخرى هنيئا لكل متفوقين دراسيا على مستوى البكالوريا في رسم الموسم الدراسي 2018-2019. نتمنى كذلك منه المزيد باش نكونوا حاضرين مع الشيء على شرف السيد والي الأمن في الأسف. كان التفاتة من أسرة الأمن الوطني بمدينة أسفي لتتويج تلاميذ اللي تفوقوا في اجتياز امتحان البكالوريا، هما أبناء الموظفين، وتوجنا الحمد لله أن حصلت على أعلى معدل بين أبناء الموظفين، وأنا جد فخورة براسي والحمد لله فرحانة، والفضل كيرجع بالدرجة الأولى الله سبحانه وتعالى. الوالدين ديالي اللي ساندوني، الأب ديالي اللي رغم المسافة ساندني ماديا ومعنويا رغم الصعوبات اللي كان كيلقى، والأم ديالي بطبيعة الحال، ومجهود الفردي بالدرجة الثانية حيتاش إلا ما خدمتيش ما غاديش تجيب اون بون نوت. وبالأكيد الأساتذة والمؤثرين اللي عاونوني طيلة السنة الدراسية ديالي كيحفزونا وكيخليونا نبذلوا مجهودات اكثر باش نكونوا عند حسن الظن، كيعاونونا هما اللي بفضلهم باش كنجيبوا نقط عاليه للحصول على التتويج والتكريم، حيت هذا في حد ذاته فخر، فخر لينا ولوالدينا اللي حتى هما كيتمحنوا معنا. كنشكرهم بزاف على هذه الالتفاته، وكنبغي نقول لهم باللي حتى هما عندهم فضل كبير في الحصول ديالي على هذه النقطه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.